الأستاذ نوري المالكي ايه شخصية وطنية، وافق على ولكن مضض، في بعض، وافق على مضض. اسمعني، وطبعا الموافقة ما كان هو اللي رشح السيد السوداني، اي من رشح وهي له؟ معروفة، يعني مو 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 يعني مو تحجج أو تبرير يعني، لا. بالمهم أما بالأخير أما كلهم وافقوا عليه. الموضوع في بعض الأحيان كما يقال تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. احنا من اشتغلنا مع الأستاذ نوري المالكي على أساس وطني، أنه أخطاء الماضي لا تتكرر، واللي يدير الدولة شخصيات وطنية مخلصة مجربة إلى باع طويل في إدارة الدولة وتحمل الشهادة والخبرة. هذا اللي كان متفق عليه، ولكن أنت شفت المرحلة كيف مرت بالانسداد السياسي والمشروع. أنا ما أنا أبتعد عن كلمة مؤامرة، لأن كثير ناس يستاؤون من هذه الكلمة، صح، ما يعرفون معناتها. هي نفسها المؤامرة والمشروع هو نفس المعنى. كان أكو مشروع كبير يعني ذاهب باتجاه صفقة القرن، وأنا ما أقصد سرقة القرن، يعني صفقة القرن اللي كان يقودها ترامب، يعني وهي تطبيع المنطقة مع الكيان الصهيوني. أي شام الجديد. هذا أنا اسمعني، نعم نعم عفي عليك، نعم. هذا الموضوع، هذا نحن في بعض الأحيان تريد أنت تعمل شيء ولكن ما يحصل معك. ذهبوا إلى تشكيل الائتلاف الثلاثي، وأنت شفت يعني التدخل التركي في موضوع السنة وتوحيد البيت السني، نعم، اللي الآن تفكك طبعا بعد ما سحبت إيد تركيا. اليوم السيادة كما يسمى يتشظى، وأنتم تسمعون بالإعلام وهيك حقائق، يعني صح، فبركات إعلامية. وكذلك البيت الكردي الآن، أنت شايف رسالة السيد مسرور برزاني، كانت رسالة قوية جدا وواضحة، كأنه ذاهبين إلى موضوع أيضا تفتيت البيت الكردي، مثل ما سعوا الجماعة السنة والآخرين إلى تفتيت البيت الشيعي وشطر الشيعة في 2018 إلى إصلاح وبناء.